الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومظلوميتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اللهم آمين يطيب لنا اللقاء معكم والحديث حول أمور ومشكلات تخصكم وتخصنا في هذا اليوم سنتحدث عن مشكله خطيره جدا هذه المشكله لا تختص بامه من الامم فقط وانما تختص بجميع الامم هذه المشكله لانها تفاقمت واستفحلت في مجتمعنا راينا ان الحديث عنها لابد ان يكون من اولويات جميع المتخصصين ليكون هناك حلا جذريا لما يعانيه الفئه التي سنتحدث حولها. قبل الحديث عن هذه القضيه، قبل الحديث عن هذا الامر نقدم مقدمه انا اعتقد بانها من ضروريات الدخول في مثل هذه المواضيع. ايها الاحبه، كل أمة من الأمم كل كيان من الكيانات مهما بلغ به من التقدم أو مهما جارت عليه الأيام ودنا عن بقية الأمم هذه الأمم تسعى جاهدة لأن تحقق لشعوبها الأمن الاستقرار الرقي الرفاهية والكثير من الاشياء التي تعتقد بانها تصب في مصلحتها هذه الامور التي تسعى لتحقيقها تعتمد على عنصر مهم بل هو العنصر الوحيد الذي عليه تبتنى الامم وتحقق غاياتها هذا العنصر يسمى عنصر الشباب الشباب في كل أمة من الأمم هو عنصر قوتها وعنصر ضعفها لا سمح الله لذلك تهتم هذه الشعوب تهتم هذه الأمم بتطوير مهارات شبابها وباستثمار مواهبهم في سبيل بناء دولهم في سبيل بناء أوطانهم نضرب مثالا لتوضيح الأمر وتوضيح أهمية هذا العنصر في كل امه حتى يكون تكون الصوره واضحه. بالامس القريب مرت على الكره الارضيه باجمعها كارثه او وباء شملت جميع الدول بحيث عانت منه هذه الدول ما عانت، شل الحركه على هذه المعموره تماما. بعد توقفت الاقتصادات توقفت المعاملات السياسية توقفت السياحة توقف الانتاج كل شيء قد توقف على وجه هذه المعمورة وقد لاحظنا أن بعض هذه الأمم بعض هذه الدول التي تصف نفسها بأنها من الدول المحافظة على الإنسان من الدول التي تهتم بشؤون الإنسان ودائما يعني الشيء بالشيء يذكر دائما نكرر لشبابي ولمواطني اوطاننا ونقول هذه القضيه، طبعا هذه القضيه استطراديه ثم نعود الى ما نريد ان نتحدث حوله. دائما نقول لهم بان اوروبا والدول المتطوره كما تسمي نفسها انما هي قناع مزيف يستتر خلفه وحش كاسر يقتل ويقضي ويستبيح كل شيء، لذلك على شبابنا ان يعي ان ما يصبو اليه، ما ينظر اليه من هذه الامم، من هذه الدول على انها الملاذ الامن، على انها الملاذ الحقيقي للانسان انما هو وهم وسراب. لا تستطيع ان تعيش في تلك الامم الا اذا تنازلت عما كان في يوم من الايام مبدا في حياتك، على اي حال هذه الامم وفي تلك الازمه عندما صار هناك تزاحم في الحياه بين الشباب والشيوخ الكهول والجميع يعلم ماذا فعلت مثلا دوله ايطاليا في ذلك الوقت فضلت بقاء الشباب على بقاء الكهول والشيوخ لدرجه انهم كانوا ينزعون اجهزه الحياه عن الشيوخ والكهول ليعطوها الى الشباب محافظه عليهم. ما سبب هذا الامر؟ لماذا اختارت هذه الدول هذه الصنيعه في تلك الازمه؟ السبب هو ان هذه الامم هذه الدول هذه الكيانات تعلم ان بقاءها ان رقيها ان رفاهيتها استقرارها امنها يعتمد على الشباب لذلك يعاني نحن في اوطاننا من هذه المشكله المشكله التي كان سببها هو اعداء الابداع الموجود في اوطاننا. لذلك اعتمدت كل من لا يريد بكم خيرا، الخطاب الان الخطاب الان بعد بيان اهميه الشباب عند تلك الدول التي تنظر اليها ايها الشاب المسلم، ايها الشاب الشيعي، تنظر اليها على انها أنموذجا ومثالا لا بد أن ألتحق به بعد أن بينا أهمية أن هذه الدول ترجد أهمية الشباب في حياتها نقول أيها الشاب الشيعي أيها الشاب المسلم أنت عنصر البقاء لأجيالنا اللاحقة وأنت ذروة ما أفادت إليه أجيالنا السابقة لذلك الهجمة توجهت نحوك على أنه إذا ما الأمة الإسلامية فقدت شبابها ولا نقصد بأنها تفقد الشباب بمعنى أن الشباب يموت ولا سمح الله أو أن الشباب يهاجر والعياذ بالله ولكن نفقد روح حياه داخل الشباب تجد ان اعداء هذه الامه اعداء الاسلام وجهوا سهامهم نحوك ايها الشاب فزرعوا فيك اولا روح الياس ثانيا الخوف من المجهول او المستقبل المجهول ثالثا تحديد افكارك رابعا توجيه نظرك الى نقطه معينه وإهمال ما تتمتع به من مواهب ومن طاقات وإبداعات. الكلام في هذا الموضوع قد يتشعب كثيرا، الكلام في هذا الموضوع قد يأخذ مأخذا ويأخذ اتجاهات متعدده، لكن نريد أن نحصر الكلام في جهة معينة وأنت أيها المستمع المشاهد الواعي الذي تريد ان تنفع نفسك وتنفع الاخرين عليك ان تنظر الى جميع الجهات الاخرى بنفس النظره التي سنقولها في هذه الجهه انظر ايها الشاب في بلدنا الان في الوقت الحاضر زرعوا اعداء الشباب اعداء الام اعداء البلد اعداء الوطن في داخل الشاب خوفا مهولا من المستقبل المجهول. لدرجه ان الشاب تناسى جميع ما يمتلكه من مواهب وطاقات، وركز فكره وركز تفكيره على نقطه واحده فقط. يعتقد، هذا الشاب يعتقد ان لا منجاته ولا استقراره ولا طمانينته إلا إذا تحققت هذه القضية. ما هي هذه القضية؟ أنه الآن لا يوجد للشاب، لا يوجد للشاب ملاذ، لا يوجد للشاب طموح إلا أن يحصل على مصدر للدخل المادي ثابت حتى يشعر بالاطمئنان. بصورة واضحة جدا الآن جميع شبابنا يفكرون أنه لا بد من تحصيل وظيفة هذه الوظيفة تؤمن له دخلا ثابتا ومستقرا لذلك تجد جميع الشباب بما يتمتعون به من مواهب يركزون على ماذا لأن لو فرضنا لو أخذنا مثالا من الشباب المتعلم يعني في السلك الاكاديمي تجد ان جميع الشباب يركزون على الكليات التي تتمتع بتوظيف حكومي موثق يعني الان في العراق مثلا تجد ان جميع الشباب يفكرون بالالتحاق بالمعاهد والكليات متخصصه بالمجالات الطبيه والسبب ان هذا المجال مشمول بالتوظيف المركزي من الحكومه مع ان الشاب قد يتمتع بمواهب اخرى قد يتمتع بطاقات اخرى قد يتمتع بابداعات اخرى الا انه لا يفكر في استغلال مواهبه وطاقاته الا ان يحصل على وظيفة تؤمن له ذلك المرتب البسيط، والعجيب في ذلك أن البعض قد يضطر إلى أن يدفع مبالغ طائلة في سبيل الحصول على وظيفة بسيطة. الحقيقة لحل هذه المشكلة أنا قدمت أكثر من مرة وقلت أن أساس ما نعاني منه نحن اتباع مدرسه اهل البيت، اساس ما نعاني منه ليست الحرب الخارجيه فقط، ليست سهام الاعداء فقط، وانما ما نعاني منه اكيدا ويقينا هو الابتعاد كثيرا عن تعاليم ساداتنا ائمه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في هذا المجال في مجال البحث عن الوظيفه في مجال البحث عن مصدر دخل ثابت تجد ان الائمه كثيرا ما وجهوا اتباعهم الى الابتعاد عن تاجير انفسهم يعني الان بالمصطلح الحديث ان يكون موظفا والاشتغال بالكسب الحر بالكسب الحر. اذكر قضية لما كنت في خدمة مولاي الإمام الكاظم سلام الله عليه في التبليغ الديني. في فترة من الفترات حصلت هناك ظاهرة هجرة غير طبيعية للشباب إلى بلاد الغرب. هجرة رسمية وغير رسمية. فكان الشباب يأتوننا لل استخارتي او للاستشاره في هذا الموضوع في يوم من الايام دخل علي ثلاثه من الشباب يستفتون في هذه القضيه فكان الحوار بيني وبينهم انه ما السبب ما الداعي للهجره من العراق مثلا قالوا انه لا نشعر بان هناك مستقبل في العراق أن القضية وصلت إلى حد أننا نشعر باليأس من حصول على وظيفة مثلا فقلت لهم كم ستدفعون حتى تحصلون على الهجرة إلى تلك البلاد فكان المبلغ في ذلك الوقت تقريبا خمسة آلاف أو ستة آلاف دولار يعني وهم أربعة أشخاص يعني بحدود ال 2500 دولار عفوا خمسة ألف دولار حتى يتهاجرون إلى بلاد أوروبا فقلت لهم أنا أنصحكم هذه النصيحة فقط أنا لا أحبذ أن شبابنا يخرج من بلادنا أنا أحبذ أن الشاب يكافح ويعمل ويجتهد في بلده وأنا على يقين أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم على أي حال فقلت لهم أنا أقترح هذا الاقتراح أن هذا المبلغ تقومون بإنشاء مشروع المشروع الكذائي فلاني سميت لهم المشروع وأن تحاولوا أن تسترزقوا من هذا المشروع عسى ولعل بدل أن تذهبوا إلى بلاد الغرب من مجهول وتنتقلون من مجهول إلى مجهول آخر غير مضمون أيضا على الأقل مجهولكم هنا بين أحبابكم وأصدقائكم وذويكم أما المجهول هناك بين الغرباء والكل يشعر بأنه بحاجة إلى الآخرين ما بين قد اقتنعوا ولم يقتنعوا يعني انتهى اللقاء بينهم وخرجوا إلى خارج الغرفة بعد أربعة أو خمسة أشهر أحد الأخوة قال لي شيخنا هناك بعض الشباب يسأل عنك يريد أن يلتقي بك أهلا وسهلا جاءوا إلى الغرفة قالوا السلام عليكم السلام شيخنا تعرفنا قلت لا انا يراجعني في اليوم كثير من الشباب لا اتذكر يعني قالوا نحن الشباب الذي جئناك بالقضيه كذا 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 تذكرتهم رحبت بهم جلسوا ما الخبر قالوا بعد ان خرجنا من صار التشاور بيننا ان نطبق ما قلته لنا والنتيجه قالوا والنتيجه نحن الان اصحاب مشروع وقد فتح الله لنا ابواب الرزق واخر ما نفكر فيه اننا نترك البلد ونهاجر الى الخارج بعد ان استقر وضعنا المقصود المقصود ايها الشاب انت تمتلك اشياء كثيره لا تحصر فكرك في قضيه معينه انت مبدع في الرسم انت مبدع في التاليف انت مبدع في القراءه انت مبدع في الكتابه انت مبدع في اشياء اخرى لم تجعل من ابداعك رهين سجن الفكر الخاطئ فتحصر فكرك في ان تحصل على وظيفه وفقط لا يوجد ضمان في غيرها من الكليات ابحث اسعى اتبع تعاليم ساداتك أهل البيت سلام الله عليهم لتجد النتيجة لتجد الحل الصحيح لما تعاني أنت تخشى من العوز أنت تخشى من الواقع المجهول من المستقبل الذي لا ملامح له اتبع تعاليم أئمتك لتجد أن المستقبل بين يديك الأئمة سلام الله عليهم كما قلنا لم يحبذوا لشخص لم يحبذوا لشاب ان يؤجر نفسه بل حبذوا لهم ان يعملوا بالتجاره سنتكلم في هذا الموضوع سنخصص كلامنا بهذا الموضوع موضوع ان الشاب الذي يخشى من المستقبل المجهول بسبب الوضع المادي ما هو الحل الذي وضعه لنا الائمه سلام الله عليهم حتى نخرج من هذه المشكله في روايه للامام الصادق سلام الله عليه يقول من اجر نفسه فقد حد رزقه والمعنى انك ايها الانسان اذا ما اجرت نفسك في مكان معين بمرتب معين فقد حددت على نفسك الرزق بهذا المرتب قد تمتلك من الطاقات ما تؤهلك على ان تكسب باكثر مما قد خصص اليك ولكنك اضعت على نفسك الفرصه استرزق ربك فياتيك بالرزق لان الله لا يضيع عبدا قد خلقه بدل من ان الشاب ينحصر تفكيره بتضييع الكثير من فرص العمل بتضييع الكثير من المواهب التي يمتلكها من اجل ان يحصل على وظيفه قد تكون بالاخير هذه الوظيفه لا تحقق حتى طموحه لما لا يقوم بانشاء مشروع يختص به ويكون نواة لبناء مستقبله يا أخوان نقرأ في الكتب كثيرا أن هناك من الناس هناك من الرجال هناك من الأشخاص من حاول مرة ومرتين وثلاث حتى وصل ببعضهم قرأت مقالا لأحدهم أن وصل البعض الحال ببعضهم أن حاول مئة مرة ثم في الأخير قد نجح في تحقيق مرادهم رجل يأتي إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول له أنا أتجر وعرض علي أن أؤجر نفسي فقال له الإمام الصادق سلام الله عليه لا, يؤجر لا تؤجر نفسك ولكن استرزق الله ويتجر يعني الإنسان يتوكل على الله ويخرج للتجارة، فإنه إذا أجر نفسه حضر على نفسه الرزق، لما تضيع مواهبك، لما تضيع طاقاتك، لما تضيع ما تمتلكه أنت، لكي تنفق أو يكون جهودك يصب في مصب غيرك. أتذكر. حادثه قرأتها في أحد المقالات، تقول: كان هناك شاب قد تقدم لشغل وظيفة في مؤسسة، وقد طلبت منه هذه المؤسسة، وكانت الوظيفة على بساطتها، هو عامل نظافة في الحمامات. يقول هذا الشاب انه بعد المقابله التي اجريت بيني وبين اصحاب الشأن طلبوا مني ان اعطيهم البريد الالكتروني الخاص بي يقول في ذلك الوقت لم لم اكن امتلك بريدا الكترونيا يعني لم اكن بعباره لم اواكب العصر على ما أشعر به من الفقر وما كنت أعيشه من حالات الفقر، لم أكن أواكب العصر فلم أكن أمتلك بريداً إلكترونياً حتى أعطيها لهم. يقول وكان هذا السبب الرئيسي في رفضي من هذه الوظيفة. يقول بعد أن خرجت من المقابلة وكنت أسير والذهن شارد مني وجدت في الطريق وجدت أحدهم يبيع شيئا معينا يعني نوع من أنواع الفاكهه يبيعها في الطريق فقلت في نفسي لما لا أعمل هذا العمل يقول وفعلا عملت بهذا العمل وما أن مرت الأيام والشهور والسنوات حتى أصبحت الآن من أكبر تجار هذا الصنف من الفاكهه اللطيف أنه الذي يجري اللقاء مع هذا التاجر قال له هل تمتلك الآن بريدا ألكترونيا فقال له لو كنت أمتلك بريدا لكنت أنظف الحمامات إلى الآن وهذا حقيقة هذه المواقف التي يمر بها الإنسان في هذه الحياة تجعل المفروض من الآخرين أن تمعن التفكير الآن نحن في هذا البلد في هذا البلد تجد التنافس الشديد جدا بين الطلبه الاذكياء بين الطلبه المجدون في سبيل تحصيل معدل يؤهلهم للدخول في كليات تسمح لهم بالتوظيف المركزي لم يمر على بلد انه هناك بعض جامعاته مهدده بالاغلاق كما يمر على بلدنا الان. والسبب كما قلنا في بدايه الامر ان من لا يريد خيرا بشبابنا قد حدد تفكير الشباب وقيد نظرهم باتجاه معين فجعلهم مشغولين عما يتمتعون به من ابداعات ومواهب. نعود كلام الائمه سلام الله عليهم يقول يا ايها الشاب اتخذ طريقا اخر غير طريق ان تؤجر نفسك لانه ان اجرت نفسك يعني عملت عاملا فقد حضرت على نفسك الرزق وحددته بما يعطيك اياه صاحب العمل مولانا امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول تعرضوا للتجارات يعني كونوا تجارًا كلمة تاجر خو لا تنصرف إلى أنها ذلك الشخص الذي يتمتع برأسمال كبير جدًا لا لا إنما القصد بالتجارات أن تكون صاحب عمل حر هذا العمل قد يدر عليك مبالغ كبيرة وقد يدر عليك ما يسد رمقك ولكنه عمل حر يقول تعرضوا للتجارات فان لكم فيها غنى عما في ايدي الناس يا لها من كلمه حقيقه لو تاملنا فيها لوجدناها خارطه تدل الشاب على الطريق السوي الذي يحفظ نفسه ويبدع في طريق ويكون حرا الان امير المؤمنين سلام الله عليه يوجه الشباب يقول لهم تعرضوا للتجاره لا توجد وظيفه لا يوجد عمل لا يوجد مصدر رزق ثابت كما تقولون اذهب وتاجر لا تفكر بان كلمه تاجر بمعنى انه يمتلك راس مال كبير قد يكون تاجر ولديه اقل ما يملكه الانسان القصد بالتاجر انه حر في تصرفاته الماليه حر في الاخذ والعطاء حر في التعامل مع الاخرين هذا قصد في التاجر ليس القصد من التاجر ان يكون صاحب راس مال كبير ولكن القصد بانه صاحب مهنه حره امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول الطريق طريق تجارتي هو طريق حر اذا ما سلكتموه اذا ما سلكتموه وسرتم في هذا الطريق فانه فيه نفعان الاول ان فيه الغنى والثاني عدم العوز الى ما في ايدي الناس مولانا الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول في روايه إنك إذا تركت التجارة أحد أصحابه كان من التجار فجاء للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يستشيره يقول له لقد كبرت وبدأت أمل من التجارة والذ وما أملكه الآن من المال ما أملكه من المال يكفيني لو أني أكلت به دهرا ما فنت فالامام الصادق سلام الله عليه ماذا قال له قال له انك اذا تركت التجاره قل عقلك عجيب وكان في التجاره تنميه للذهن تنميه للعقل قل عقلك لان ترك التجاره مذهبه للعقل الانسان لما دخل في هذا المحترك وتمتع بتجارة سليمة صحيحة بدأ عقله ينمو ويستفيد من تجارب هو خاضها بنفسه فإن تركها قلّ عقله وذهب من عقله الشيء وهذا نلاحظه كثيرا الآن الإنسان إذا ما ذهب إلى أحد أصحاب التجارات وقال له هل تركت التجارة؟ فإن أجابه بنعم، فإن قال له هل تستطيع أن تعود إليها؟ يقول له لا أستطيع لأن ما فاتني منها لا أستطيع مجاراته. في هذا المجال في مجال تحديد السبب أو تحديد المصدر الذي يرضاه الأئمة صلوات الله وسلامه عليه لأتباعهم مصدر الرزق الذي يرضاه الأئمة صلوات الله وسلامه عليه لأتباعهم يحددون الكثير من القواعد التي لا بد أن يتمتع بها هذا الإنسان حتى يصل إلى مرحلة الرضا من الله جل وعلا فيكون مصدرا أو يكون سببا لاستنزال الرزق مثلا الامام امير المؤمنين يقول ان الانسان بعد ان وجهناه الى طريق التجاره وبعد ان حاولنا ان لا يذهب الى طريق الوظيفه وغيرها طريق الايجار نفسه كما يعبر في الروايات قلنا له هذه المقوله احد قواعد التجاره الصحيحه للجميع هو ان التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق يعني ايها الانسان بعد ان دخلت في هذا المضمار حاول ان تتمتع بقوه قلب في التجارات لانك ان كنت مترددا من كل صفقه فلن تصل في النهايه الى ما يمكن ان تستفيد منه في هذه القضيه ايضا من تعاليمهم صلوات الله وسلامه عليهم في هذه القضيه وهي انهم سلام الله عليهم يقولوا لا بد للتاجر من التفقه في الدين لانهم يقولون صلوات الله وسلامه عليهم التاجر فاجر ما لم او حتى يتفقه في الدين ويقول الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أراد التجارة فليتفقه في دينه وليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه أثمه أو ومن لم يتفقه في دينه ثم أثجر تورط في الشبهات وهذا ما نشاهده الآن نلاحظه الآن في كثير من المعاملات الموجودة في الأسواق يأتي الإنسان يتورط في التجارات لا يتفقه في دينه يورط نفسه يورط الاخرين فاذا به يقع في كثير من المعاملات غير الصحيحه ان لم تكن ربويه يعني اقل الاحتمالات اللي موجوده ان بعض المعاملات ربويه موجوده ويمحق الله الربا وبعض المعاملات غير صحيحه سبب ذلك نعيده ان هذا ورط نفسه في التجاره لم يتبع تعاليم اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وبالتالي قد تورط في الشبهات المهم من هذا الحديث كله هو اننا نخاطب فئه مهمه في المجتمع هي فئه الشباب اعداء هذه الامه قد زرعوا في عقلها الخوف من الواقع او من المستقبل المجهول ضيعوا عليها ما يتمت ما تتمتع به من مواهب وطاقات ضيقوا فكرها جعلوا منها عباره عن اله تتحرك باتجاه معين دون الالتفات الى ان هذا الاتجاه هل فيه نفع لها هل هناك نفع في غيره من الاتجاهات ام ان النفع الصحي انحصر في هذا الاتجاه فقط هذه الفئه وهي فئه الشباب الان تعيش في حاله شبه من حالات الضياع بالاضافه الى زرع روح الياس فتحوا لهم أبواب له جعلوا اوقاتهم تضيع في اما متابعه الاشياء الغير مفيده أو الالتهاء بالأجهزة الحديثة، وبالتالي يفقدون مهاراتهم ومواهبهم التي وضعها الله فيهم فلا يطورونها، وينزرع فيهم روح التقاعس وروح اليأس وروح حتى النعاس، فيكونون عبارة عن ثقل على المجتمع بدلاً من أن يكونوا هم نواة المجتمع الذي تطمح كل دولة من الدول أن تستغل هذه الفئة فتكون هذه الفئة العنصر الأساس في رقي الأمة. بدل من ذلك تكون العنصر المخيب للآمال الذي يؤدي بتلك الأمم إلى التراجع والى التخلف. كلامنا معهم من باب الحرص عليهم، كل شاب الآن في هذا البلد إذا يشعر من نفسه انه لا يستطيع ان يحقق بعض ما يطمح به فليتحرك ويحرك عجله عقله اذا ما دخل في هذا المضمار تحرك قرا تابع تجول في الاسواق تجول في الاماكن المخصصه بدا يرسم في ذهنه بدأ يرسم في ذهنه ما يستطيع ان يحققه بأبسط ما يمتلكه من الاشياء يستشير من يستطيع ان يستشيره يكن واثقا ان من خلقه لن يتركه ضائعا تائها في هذا الطريق ولكن كما يقول الله في الحديث القدسي عبدي تقدم الي شبرا أتقدم إليك باعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وأن يطمئن قلوبهم ويفتح أذهانهم وأن يجعلهم من النواة المهمة من النواة البانية لهذا البلد وأن لا يفتنهم في دينهم إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته